تحدث عملية احتيال مصرفي أو شروع في الاحتيال في العالم عند كل 14 ثانية. ورغم التحذيرات الحالية من تصاعد هذه العمليات في البلدان العربية، إلا أن السعودية لا تزال من أقل البلدان انخفاضا في معدلات الاحتيال والنصب المصرفي، فقد بلغ متوسط شكاوى عملاء البنوك 5000 شكوى في مقابل أكثر من 1,300,000,000 عملية صحب نقدي تمت العام الماضي. في المملكة العربية السعودية رغم كما أشرت يعني من انفتاح اقتصادي وحرية مالية ومصرفية، إلا أن نحن الحمد لله لا نعيش ظاهرة، بمعنى الظاهرة بالاحتيال المالي. قد تكون لدينا بعض الحالات ولكن ليس الحالات المقلقة. وحقيقة كثيرا ما أضرب مثل يعني في حجم التعاملات المصرفية الإلكترونية، يعني فقط أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك السعودية وما تم سحبه من نقد، فقط نقد وليس العمليات الأخرى كسداد أو استعلام عن رصيد وخلافه، تجاوز حقيقة 1,300,000,000 عملية. عندما نرصد حقيقة شكاوى لهذه العمليات في حدود خانات الألوف، يعني 5,000 أو كذا، وليس بالضرورة أكرر أنها جميع احتيال، لكن قد تكون لمشاكل فنية، لأخطاء بشرية، وارد حقيقة. ويزداد استخدام البطاقات الائتمانية عالميا في ظل وجود أكثر من 100,000,000 محل تجاري على مستوى العالم يعتمد في عمليات البيع على تلك البطاقات. ومع قدوم الصيف يتزايد إقبال السعوديين على الدفع بواسطة البطاقات الائتمانية بنسبة 6% خلال السفر داخل البلاد أو خارجها. وتشدد البنوك السعودية على ضرورة محافظة العملاء على سرية معلوماتهم البنكية لحماية حساباتهم من عمليات سحب أو تحويل غير مشروعة. احنا نعتقد انه العمليات الاحتياليه في البنوك في المصارف لا تتعدى يعني ربما 1% من العمليات بشكل عام، لكنها تستحق انها يبذل عليها كثير من الجهد. العلاقه بين البنك والعميل هي علاقه شراكه، وهذه العلاقات الشراكه تحتاج ان يكون في تعاون من الطرفين. البنك يحاول ان يقوم بكل الجهد المطلوب حتى يقوم باللازم لحمايه اموال العملاء وحماية سمعته بالتالي. ويمثل أمن المعلومات المصرفية أحد الموضوعات الهامة التي تركز عليها البنوك السعودية في ظل التوسع في الاعتماد على الخدمات الإلكترونية. لا يمكن أن تتم عملية الاحتيال المصرفي إلا إذا تسربت المعلومات البنكية الخاصة بالعميل، وهو ما تحاول حملات التوعية التركيز عليه، فلا يمكن للمحتال أن يأخذ مالك إلا إذا عرف معلوماتك. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض.